تعالي يا ماما اتفضلي على مهلك. انا مش فاهمه ايه لازمته الرباط اللي انت حطاه على عينيا ده، شيليه بقى يا جميله، انا اتضايقت وزهقت. حاضر حالا. بلاش شغل عيال بقى. استني بس دقيقه واحده. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to سمينة. Happy birthday to you. انا فهمت دلوقتي، بس عماله تلففيني طول النهار ومش عايزه ترجعيني البيت عشان شغل العيال بتاع ابوكي ده. كل سنه وانت طيبه يا روحي. خلاص بقى طيب. يا ماما كل سنه انت طيبه. وانت طيبه، بس حسابك معايا بعدين يا جميل. يا نانا ده جده بيحبك قوي، هو اللي نفخ لك كل البلالين دي. يا بكاشه، جدك لو كان نفخ بالونه واحده كان زماننا دلوقتي في القصر العيني في العنايه المركزه بنحتفل هناك. خلاص بقى يا حماتي، يعني مع التورته دي ونطفي الشمع ونحتفل بصفحه جديده. انا هسامحك بس علشان ذوقك حلو في الشمع. عقبال 40 مليون سنه. فاكس يعني الكلام ده اخر حاجه، يعني ازاي نناع عندها 40 سنه اذا كانت امي عندها 50؟ ولد هتشتغلونا. انا اخترت رقم 40 ده عشان انا قابلتك من 40 سنه وده يوم ما يتنسيش ابدا. ايه بس انا عايز افهم، يعني انتوا بتحتفلوا بعيد ميلادها كل 4 سنين، فكل 4 سنين يبقى في 40 ولا ايه؟ ليه يعني، هي ماما عندها 160 سنه مثلا؟ لا ده انا كان نوع من انواع الهزار، يعني انا هضطر امشي بقى واسيبكم انتوا تطفوا الشمع عشان اروح المشوار اللي يا جميله. عبد العزيز. ايوه. سلم على عليوه كتير وقول له ان انا بقول له ربنا يتمم له بالف خير. يعني ربنا يتمم شفاء على خير ان شاء الله، على اساس ان هو كان في المستشفى وتعبان يعني. في يا زيزو انت عامل حوار ليه؟ انا وكريم عارفين من امبارح ان جده هيقرا الفتح. عرفتوا منين؟ والله ما انا اللي قلت لهم. عرفنا من على الفيسبوك، جده عمل ريليشن شيب. جده عنده فيسبوك وريليشن شيب؟ ما هو بصراحه كده يا زيزو عامل لك بلوك عشان مش عايزك تتدخل في حياته. طيب ماشي، يلا كل سنه طيبه. ماشي وانت طيب يا زيزو. انا مش فاهم ايه المسخره دي، راجل كبير زي كده يروح يحب يروح يتجوز وحاجات كده. بابا ايه العيب فيها يعني؟ عيب انه يحب وايه المشكله انه يتجوز؟ ايه مالك بتبص لي كده؟ اللي انا قلت حاجه غلط؟ لا يا حبيبتي كل حاجه بتقوليها صح.